والآن متابعة لأخبار الطقس والأحوال الجوية تستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة. فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا محمد، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. وأخيرا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الجمعة طقس معتدل الحرارة نهاراً على قارة كبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غداً على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائماً من القاهرة العظمى 28، الصغرى 21، الإسكندرية 27 22، مطروح 26 22، بورسعيد 28 22، إسماعيلية 29 19، وجوها مائل للحرارة. في السويس 28 20، العريش 27 21، طابة 29 22، شرم الشيخ 31 24، الغردقة 31 24، وجوها حار. بالنسبة للأقصر 34 21، أسوان 35 22، الوادي الجديد 32 21، شلاتين 32 24، حلايب 30 25، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.